والآن نتحول في نشرتنا إلى أخبار الاقتصاد. نتابع أهم أخبار المال والأعمال مع شروق عماد. إليك شروق. شكرا لكما هبة وريهام، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء دراسة جديدة من خلال سلسلة رؤى على طريق التنمية، وجاءت الدراسة في هذا العدد من السلسلة بعنوان نحو تعزيز دور البورصة المصرية للسلع في ضوء التجارب الدولية الرائدة. ويتضمن التقرير مناقشة التحديات التي تواجه الأسواق الزراعية في مصر والتي تبرر إنشاء البورصة السلعية وعرض الملامح الأساسية للبورصة المصرية للسلع فيما يتعلق بأهدافها وآلية ونطاق العمل بها والنماذج الدولية الرائدة من بورصات السلع والمنصات الزراعية وتوصيفها وآليات العمل بها. بحثت مصر مع شركتها الروسية فرص التعاون بين الجانبين في مجال المعدات الزراعية والتي تتناسب مع ظروف مصر ومساحتها من الأراضي الزراعية. وخلال لقاء للجهات المعنية مع مسؤول إحدى الشركات الروسية الكبرى، أكدت مصر أنها تضع حاليا ضمن أولوياتها محاولة توفير المعدات الزراعية لصغار المزارعين للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وخفض تكلفة الإنتاج في ظل إصدار تكليفات للجهات المعنية بإعداد دراسة متكاملة بشأن احتياجات السوق المصرية من هذه المعدات ونوعياتها لاستخدامها كقاعدة بيانات يتم الاستفادة منها في مثل هذه الحالات. بدأ العاملون في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تنفيذ تجربة العمل عن بعد، وذلك بمعدل يوم واحد من المنزل أسبوعياً. جاء ذلك بعد التأكد من جاهزية منظومة العمل الداخلي الرقمي والبنية التحتية المعلوماتية، بالإضافة إلى اختبارها لمدة كافية. أكد وزير البترول طارق الملا أن مبادرة الرئيس السيسي لزيادة عدد محطات ومنافذ التموين بالغاز الطبيعي دعمت خطط الدولة في مشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. جاء ذلك خلال افتتاح وزير البترول وعدد من المسؤولين تطوير محطة تموين الوقود المتكاملة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل بزهراء المعادي بمحافظة القاهرة. استقبلت محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية على رصيفها الجنوبي أول سفينة بضائع عامة تستقبلها المحطة منذ بدء التشغيل، ويأتي استقبال السفينة البالغ حمولتها 56 ألف طن ضمن عمليات التوسع في الخطة التسويقية للمحطة منذ افتتاحها، حيث تكثف إدارتا التشغيل والتسويق بالمحطة من جهودها لجذب أكبر الخطوط الملاحية العالمية وبحث سبل التعاون المشترك معها، مما سيساهم في تحقيق أحجام تداول تصاعدية للحاويات. حذر والي أديامو نائب وزير الخزانة الأمريكية من أن أي إغلاق حكومي سيفرض تحديات اقتصادية كبيرة على الولايات المتحدة وقد يؤدي إلى تراجع الطلب في الوقت الذي توفر فيه السلطات موارد أقل للمواطنين. وأضاف المسؤول الأمريكي أمام النادي الاقتصادي في نيويورك أن الأداء الاقتصادي لبلاده أفضل بكثير مما توقعه كثيرون بسبب سياساتها فيما يتعلق بالاستثمار المستهدف رغم إغلاق محتمل نهاية الشهر الجاري. وكان البيت الأبيض قد طلب من الكونغرس التصويت بشكل عاجل على تمديد للموازنة لتجنب مثل هذا الوضع الذي قد يشل الحكومة الفيدرالية بأكملها تقريبا.
انتهت جولتنا الاقتصادية للنشرة 6 وعودة من جديد إليكم مريهام وهبة. شكرا لك شروق.